يوم شفت لها كان حيه قام يا اخوي بطاها واحسب انها هاي اذا المصورات في الدورات اجرها ما زينها مثلها ودرا حي تنصج بسم الله حتى واقفات هاي رجيل اللي بس في نفس الشكل ولا قلت قالت واجد مو بشوي لكن انها تذكر كانها هي تذكر حتى وبرايتها وحتى لكنها اقل من النص كجمال هذا لا مو باقل من النص يا قربها من طيح منها شوي ثلاثين ما سي مثل مره سامها الطهيمي مني منها في الربيع اشغلني وطفيت جوالي علمت ربعي قالوا باعها عيالي والجماعه جاينا نهار العطله عطله نص السنه وانا في عشب في الحجره لا طهيمي ما اشغلني يلا اجعلها في الجنب انا ما اتت وهي ما اتت عقبه هي ابيك تبيعنيها فيها رجال يبيها وهو يبيها قلت يا طهيمي ما نبايعها المهم قال افتح لي فتحت المجال وصلها 30 مليون والله على همة الصلاة ما يبي الحالي معي رجال عرباء قاموا عيالي ورابعي اللي حولي أكل عوني قلت يا رجل ماني بايع أنا درعهم تجي وتروح أتلت ترى يعني عيالي ورابعي اللي عندي هم جايين عضلة الربيع كلهم قال والله أنت بيع فأقبل الجوال هم راح أرقد أصبحت لا فيه بيجي 15 مكالمة للطهيمي وإذا كلمني ليه تطفي الجوال قلت يا رجل ماني بايع خلاص بيع شيء قال لا والله ما بعرف يوم شدنا وجينا عند بير ابن ربيع يدون تربه هذا معارضنا ويتغدى عندي ويتبعها قال والله هذه ما يبناقه هذه جمل يا ابو مبارك قلت كل ما شاء الله قال ما شاء الله جزاه الله خير باريها بيجي ساعتين وباريها الطهيم والله العظيم اني جاي ببعيري اللي خذ الاول يمشي معه واني طاقم به يسارا منها كلته بعير خذ الاول في البعاري وانتو خابري هنيا في الصياح مو اخذ بعيري اللي مات اللي حي ده اللي متعوق ده اللي عندي بناته هو ما اخذ الاول والله اني طاقم به منها لا تضيم الناس ما ضامتك حتى راح سمن يعني ما في ذي حين ما بدا ولا كذب اللي يقول جاي مثلها ولا جاي مثلها ولا بيجي غني ما يجيش عاد الغيب ما يعلم الا والله ما خبره مع هناك تمشي وكم رجال عاقل بيقول كلام كم جائزه اخذت ست سبع سنين مدري ست والله اني الحين ناسي يا ولدي يا ست يا سبع جميع المشاركه وهي حقه ما بعد جت حقه وهي موقفه عليهم وهي ما جت حقه منعوتات المملكه السعوديه كلتها ولا جت ما حد بيعاين فيها عاين اللي وضحتها ولا عاد ما رجعوا هم عاد جو معي شفتوهم جو معي لو واحد يتذرى فيها اخذ الرقم الثاني هناك مجنونه يا بالحلا هناك ما جاء مثلها مدخلات حجه ما بعد جت حجه بين حجه ومفروده لين ماتت ذاك يوم جاي يوم ماتت ترى هاي ما اخذت الاول هنا ويلقى حجاب زلت وش كبرها يوم ماتت ايش سنها؟ ثنو والله انا اخذ صورها انا تكلمت ناخذ صورها انا عاين بها هذا الحين والله انا اسمو نعم طيب وش بيتطور زين عقب تطور زين من يوم اعتنت به الدوله هل تحسب المهرجان بسيط؟ ترى الحين بعضهم يقول مزاين هذا مهرجان دولي مو هو على وجه الارض وين بيصل؟ وين بيصل الزين؟ وش بيصير؟ بيصل كل عديب ناقته ويضربها واللي متمسك واللي بيضرب واللي بيبيع واللي بمزاين شيء عجيب يا ولدي يوم تقول ما زاد البع انا شوف هي منها في مرقابه ما هي بسمول ذا الحين عن هذه معنا انا في جوالي عينها نضحك نقول ذا البلدي هالحين تجي كل منزيه اللي بتاخذ الثاني والرابع ما تعين فيها ما دخل شوف الحين بكار الشامري هي ما هي طيبه عجمي والله ترى لو في مرقابه تقول لو 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 وبكاري عاد شفتوها كلها تطور مش هو منها من المهرجان